أما حربنا على الإرهاب وضد الإرهاب فقد كنا مع الوطن وفي خندق الوطن، لا نتنازل عن ذلك، موقفنا واضح وشهدنا كافة مراحله. إن القوات المسلحة إذ تعلن نبأ استشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة. بيان صادر عن قناة رؤية. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الشعب الأردني الواحد، نفذت أيدي الإرهاب تهديدها ووعيدها لتطال اليوم الطيار البطل الشهيد معاذ الكساسبة. في خلال الأيام الماضية يعني ازدحمت حتى أيضا الصحافة الغربية في الحديث عن هذا الموضوع على موضوع الحرب البرية، وأنا أعتقد بأنه الآن يعني بعد التطورات الكبيرة اللي حصلت في موضوع داعش أصبحت قضية الحرب البرية هي القضية الأساس. متفجرات في الصلد، قراءة في الرواية الرسمية. السيدة والسادة، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص والحصري مع الشيخ أبو محمد المقدسي، منظر التيار السلفي الجهادي. شيخ محمد أهلا بك. أهلا وسهلا. أبدأ بالسؤال حول التطورات الأخيرة وقضية الطيار الشهيد معاذ الكساسبة، هل حاولت التدخل في هذه القضية؟ نعم، منذ أن سمعت بوقوع الطيار الأردني بالأسر لدى تنظيم الدولة حاولت أن أتواصل لتحقيق مصلحة شرعية، أقنع العقلاء فيهم إن كان فيهم عقلاء أن يوافقوا على مبادرة الطيار الأردني بالسجينة ساجد الرشاوي. يا جلالة الملك أعدني إلى الخدمة العسكرية، أعدنا كلنا يا جلالة الملك إلى وطن يليق بنا وبك وبطموحك وبعزمك وبالشهداء، أعدنا إلى زمن الأوائل، زمن الآباء والمجددين، زمن حابس ووصفي، زمن كل الذين بذلوا من أجل هذا الوطن ومن أجل بقائه. فسلام على الأردن وسلام على الشهداء وسلام على المشاهدين الكرام. معاذ للجنة ذهب، لروحه الرحمة ولأهله الفرح، يمر عليهم بمثل هذا اليوم. معاذ قضى لربه شهيدا مقبلا للموت حبا بالوطن. فلسطين الحبيبة لم تغب عن هذه الطاولة، فقد كنا مع أخبارها أولا بأول، لم نتركها للحظة واحدة، تعاملنا معها من خلال الموقف الرسمي الأردني بلا هوادة، وعملنا على مساندة أهلنا في فلسطين، فهذا أقل واجب نقدمه. إن شاء الله سيبقى النبض قائما. تسلم يا سيدي، شكرا. أما بالنسبة للقدس وكثرة ضغط قد ولد الانفجار. عودة الأسيرين المحررين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي من سجون الاحتلال إلى أرض الوطن بعد سحب وشد مع حكومة الاحتلال انسجم فيها الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي ليكون الإفراج نتيجة لذلك نهاية الأسبوع المنصرم. بالنسبة لظروف الاعتقال كانت ظروف قاسية جدا، استخدموا فيها العنف النفسي والجسدي بشكل شديد. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أطلع جلالته على نيته بالمضي قدما في نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، وحذر جلالة الملك خلال الاتصال من خطورة اتخاذ أي قرار خارج إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. القدس هي قضية كل واحد فينا، قضية الفرد والمؤسسة والدول، ولما نتحدث عن القدس في هذه اللحظة التاريخية هي الرسالة، وعلينا أن نقف جميعا لنواجه هذا الأمر الجلل. 28 يوما من استهداف الأطفال والمدنيين، 28 يوما والعالم يرقب غزة تقصف، والعالم يرقب غزة تقاوم، والعالم ينظر إلى غزة وهي تحقق نصرا لمقاومة أثبتت على أرض المعركة أنها لن تسلم أو تستسلم في ظل صمت عربي قل نظيره. دمع الرجال هز النفوس، صوت النساء أدمى القلوب، دم الأطفال شل الألسن. ولا ناصر لغزة ولا صلاح لغزة، لا عزة إلا بغزة. فتحية لك يا غزة العزة، لك الله يا غزة.